ولازم كلنا يعني نحذر منها كل العملاء، وخاصة البنوك اللي بتدي قروض للسيارات. العميل بياخد القرض علشان يشتري سيارة، هو دافع ربع ثمن السيارة، يوم يأمن على الباقي من ثمن القرض. يعني هو ماشي واخد قرض بمليون جنيه، دافع 250 ألف، يأمن على العربية ب 750. هو هنا بقى عايز يوفر في تكلفة القسط، في حين ان هو ما أمنش صح. هو ما أمنش لأن هو مأمن بأقل من القيمة الحقيقية للعربية. لما بتحصل حادثة النهاردة، البنك اللي بياخد التعويض فبياخده يعتبر 75% من الكليم اللي بيحصل. فهنا مهم جدا ان القرض اللي بيتاخد، لو كانت لو كان القرض بمليون، بالمليون، ما يقامش ب 750. استاذ علاء، ليه لما زمان كان لو انا قعدت سنه ما عملتش حوادث وما خدتش اي فلوس من التامين، السنه اللي بعدها بيحصل لي تخفيض في الفلوس اللي بدفعها؟ ده ما بقاش بيحصل. ما بقاش بيحصل لسبب، لان احنا زمان كان عندنا حاجه اسمها التعريفه او الاسعار اللي هي موحده لشركات التامين كلها، معتمده من هيئه الرقابه الماليه. كانت اسعار عاليه جدا الحقيقه. العربيات العاديه كانت بتامن في 5%، والكوري والياباني كان 6.25%. فكان عندنا مساحه ان احنا ندي خصومات نتيجه عدم وقوع حوادث. النهارده الحقيقه الاسعار التامين نزلت اكتر من 60% و70%. بدات من الخصومات من البدايه. طبعا نتيجه ان مصر وقعت على اتفاقيه الجات، ما بقاش ممكن ان احنا نحط تعريفه تاني، وبقت المنافسه حره، وبالتالي الاسعار نزلت بشكل كتير. معنى كده ان الخصومات واخدها العميل بشكل مقدم. يعني حضرتك كمان يمكن جزء مهم، الميزانيات بتاعتنا بالنسبه للسيارات، ما فيش شركه بتحقق مكاسب تقريبا من السيارات. مارجنز قليله، يعني المارجن قليل جدا جدا، ولكن احنا بنعمله لان البيزنس لاينز